يوسف يا فتحي. الو الو انت اما انا جايبه لك يا بيه فلافل، انما ايه تقول للبنتي ام ونقعد مطرحها. لازم انزل مسرح حالا. سلوى انا يعني مش هتتجوز زينة؟ تقدر تقولي ايه بس اللي يعيبها؟ بتحبي الدكتور خالد؟ ما بكرهوش. طب بتحبي المدير العام عيسى بيه؟ ما بكرهوش. بتحبي مين اكتر؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ يا لهوي اسم البوليس. في حاجات كتير بتحصل في البلد وانتوا قاعدين هنا نايمين. احنا فحصنا المصروفات السرية واوجه التصرف فيها، ولقينا انك كنت بتسيء التصرف في بعض المبالغ في غير الاغراض المخصصة لها. عيسى مالك؟ قدمت استقالتي وقبلوها. انا اقتنعت بوجهة نظر بابا على طول، لان ما كانش في حب بيربطني انا وعيسى علشان اضحي علشانه اوقف جنبه زي ما هو كان عاوز. انا لما قبلت الخطوبة قبلتها بعقلي، ولما قبلت فسخها قبلت برضو بعقلي. قلبي ما كانش له اي دور في المرتين. نفسي مالك يا ست الحاجة؟ يا خرابي ست الحاجة. انا عيسى الدباغ وحفضل طول عمري عيسى الدباغ. مش انا اللي مديلك ايدي واطلب مساعدة ابدا. انا ياما ساعدتك وساعدتكم كلكم. انا مش عايز كده من حد. عيسى ما تقوليش عيسى دي فارس، قولي عيسى ايه؟ تصلكوا صنف نمرود يتمسكن لما يتمكن. الله يسامحك، لولا ابنك اللي جاي في السكة ما كنتش قعدت هنا دقيقة واحدة. ابني؟ ايوه. ايه؟ من امتى؟ بقالي شهرين. شهرين؟ يا مكرم انا لازم اخلص عيالي. يا خرابي الحقيني يا ست الحاجة.
الحاكم، ست الحاكم. ايه؟ الحرب قامت. فتحي شوقي اخوك عيسى، الحرب قامت. ايوه سمعتها في الراديو. وفتحي ما هو زيه زي الباقيين. فين الدكتور خالد؟ روح يلزم خدمه. عبرنا نبوي، عبرنا. مش ممكن يعني، حصلت المعجزه يا ولاد. بقى ده معقول؟ عسكري واحد عدى يبقى برافو. ربنا معاهم. ربنا كبير. خالد شكر. ايه؟ اشاره من مكتب التعبئه مطلوب فورا. في ايه يا دين؟ استدعاء من الجيش. لو ما كانوش بعتولي كنت هروح اسلم نفسي. ربنا معاك يا ابني. دينا خلينا بقى نطمن عليك من شجاعتك وايمانك. الموقف مش سهل عليا يا خالد. معاك خالد الصغير، خلي بالك منه على بال ما ارجع. خلي بالك انت من نفسك. ربنا معانا. الله اكبر يا ابني، الله اكبر. بصي لي خالد، مش هقدر ابوسه، مش عاوز اضعف قبل ما انزل. خالد الله اكبر يا خالد، الله اكبر. هنفضل قاعدين كده يا عيسى؟ ما دي يعني هنعمل ايه يا ماما؟ قوم اسأل على اخوك. وفي المدرسة؟ ده في حرب، حرب. روح اسأل عليه. لازم برضه في حاجة تطمن الأهالي. عقلي هيشد يا اخواتي، هياخد من السما حتة. اهلا يا استاذ حافظ. ازيك يا سعدية؟ ماما مفيش اخبار عن فتحي؟ ومفيش اخبار عن الدكتور خالد؟ مال؟ ما هو جاله استدعى وسافر الجبهة من اول يوم. احميهم يا رب، هما واللي زيهم. اسبوعين فاتوا دلوقتي على بداية الحرب، لازم يبقى فيه اخبار. انا عارف ان الجدع عايزينه. ان شاء الله هيرجع بالسلام. ربنا موجود.
أيوة يا بنتي ربنا موجود. ده لما خالد يرجع بالسلامة هنشبع منه حكايات. أظن الدكاترة بيبقوا ورا يا حسن. ورا ولا قدام، الأعمار بيد الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كنت سمعت مرة من خالد إن إدارة كاتم أسرار بيبقى عندها كشوف بال... هتتعلم. وعلى العموم أنا هروح بكرة الصبح وعد عليك أطمنك. يا ترى يا فتحي يا ابني عامل إيه؟ بقى مفيش حد يطمني؟ مفيش حد يبلغني بخبر يهدي قلبي؟ بس شاطر قاعد لي للنهار ومعه الراديو بقى، يعني ما يقومش يسأل. يا ترى هتشوف بابا يا خالد ولا لا؟ مش ممكن، لازم هيرجع. انا وانت مش ممكن نستغنى عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بابا حسن عايش جوانا، عايش في قلوبنا. مش ممكن، مش ممكن. أنا اللي مت مش خالد. حبيبتي كنت أنا اللي مت وهو اللي فضل عايش. الدكتور خالد كان وجه لي الدعوة على الفطار هنا يوم 12 رمضان. معلش اتأخرت على ميعاده شوية، وديني جيت وصاحب البيت مش موجود، لكن انا متأكد انه معانا وسمعني، عشان كده جيت اهنيه انه شفاني. ايوه شفاني، ما هو
كان بيعالجني بقاله سنين وكان عارف سبب علاجي. انا خفيت يوم ما قال لي تعال افطر معايا. قلت له انت ملاك يا دكتور خالد ومكانك بين الملائكة مش في وسط البني آدمين. ما كنتش عارف ان ابواب السماء مفتوحة. سمعني يا دكتور خالد، سمعني، انا عارف انك معانا وسمعني وشايفني. اطمن، انا خلاص خفيت، مفيش نوبات صرع ولا حاجة، ورقبتي بقت في السماء عندك، عندك يا دكتور خالد. طيبة يا ست الحاج. وانت طيبة يا سعدين. اصحي سعيسة يفطر معاك يا ست الحاج؟ تصحيه وهو جاي وش الفجر. هو كان خرج بعد ما نمت ورجع للشرب تاني. ده من يوم المرحوم وهو قاعد في اوضته دمعته على خده ومقطع الزاد. روحي افتحي شوفي يمكن يكون الزبال ولا البواب عاوزين العيديه. ايه بقى يا حاجة عزيزة؟ انتي بتعيطي يا ست الحاجة؟ ده احنا حقتنا الزهرة. انا مش عارفة بعمل ايه. عيط ولا بضحك ولا زغرق. كتف يا حاجة عزيزة شوية على الكتف اليمين. عندك الكتف الشمال اعملي فيه اللي انت عاوزاه. الحمد لله على السلامة يا ستة. على شوقي ولا على خالد ولا على كل اللي ماتوا في الحرب؟ الموت ما بيبقاش غريب عن البني آدم، بيبقى قدامه وراه وجنبه وفي كل حتة وفي كل ناحية. الموت بيبقى ماسك سكينة حامية بيحصد بيها روح البشر. في الحرب ساعات بيبقى فيه غالب ومغلوب، بس الاثنين بيخرجوا خسرانين، جراحهم تنزف وأطفالهم يتامى وحارمهم أرامل وأمهاتهم سكالة. هي دي الحرب يا نينا. المهم إن 6 أكتوبر ما كانش هيجي بالساهل، كان محتاج دم يروي شجرته، ورمل سينا شرب أطهر دم، والنتيجة إن طوب الهرم خلع ورأسنا طالت في السماء. بس ده يا نينا ادعي انها تكون اخر حرب. يا فتحي انا فاهم الدهول جرانه حاجه. يا فتحي الموت بيختار يا سعديه، مش بياخد على ولا. اخباره ايه؟ زي ما سبت
بيشرب تاني. انا هحطك قدام الامر الواقع، هقدم اوراقك بنفسي للنقابه وايدك، هتفاجئ ان في مكتب متعلق عليه يافطه مكتوب عليها عيسى الدباغ المحامي. على فين؟ خارج. ايوه عارف. على فين؟ انا اقول لك. رايح تشرب. هتحاسبني؟ ايوه هحاسبك. فتحي خليك في حالك انت، مالكش دعوه بيها. المفروض ان انا اللي حاسبك مش انت اللي تحاسبني. لو كنت في وعيك. فتحي عاوز تضربني؟ ما انت مره ضربتني لما لقيتني راجع شارد وقلت عني اني خسران وتلفان ومش نافع. مش عاوز ترد ولا مش عارف ترد؟ ابدا سكت. عيسى فوق يا عيسى، البلد كلها فاقت وانت لسه ما فوقتش. خالد قدم حياته للبلد وشوقي استشهد، انا كان ممكن برضه اكون وياهم. عشرات الالوف زيي وزيهم قد واجبهم. تقدر تقول لي انت عملت ايه؟ عايز احارب؟ الجيش مش محتاج لك، لكن البلد محتاجاك. مش اعمل حاجه، انا بقيتش ينفع لحاجه. انا صديت البلد انتصرت على هزيمتها، وانت لازم تنتصر على الهزيمه اللي جواك يا عيسى. لازم لازم. كفايه كفايه كفايه. وايه اللي سفره اسكندريه تاني؟ انا غلطت يا اختي خلاص وغلو بغل. يروح اسكندريه ولا يروح حتى وما يرجعش. ماما ما انا صعب بيا خلاص، اعمل ايه؟ غلوبنا فيه كلام وحيلة وهو ولا هنا. المرحوم خالد كان عنده قبل الحرب بيوم، كنت سامعاه وانا قاعدة هنا، كان بيتخانق معاه ويقول له لازم تدور على شغل. وهو خالد راح. حكمة ربنا يا ماما. Thank you.
أنا عايز حاجة سجاير ولا أيها حاجة؟ فين البنت؟ امشي. البنت دي ايه؟ بنت مين؟ كمان يا جدعان وإيه تلاقيها الجثة دي؟ مش ممكن. أنا عارف إنك زعلانة لكن أنت هتمشي من هنا ولا أنبهلك العسكري؟ أمشي أمشي. بس لازم أعرف البنت دي بنت مين؟ أنت هتمشي من هنا أحسنلك ولا لم الناس عليك؟ في حاجة يا ريري؟ افندي جاي اتفضل. في حاجه يا سيدنا الافندي؟ لا لا ولا حاجه ولا حاجه. الله، هو انت تاني؟ اقعد. هتمسح؟ ايوه ايوه اقعد. الست دي وبعدين معاك، ابعد عن سكتها احسن، دي سكتها واعره يا فندي، وانت باين عليك غريب ومنتش من هنا. اسمها يا ريري برضو؟ ما قلت لك ابعد عنها. البنت اللي معاها بنته؟ ما تعرفش ابوها يبقى مين؟ انت فين؟ انت جنسك ايه؟ البنت اسمها ايه؟ وابوها مين؟ انت شخاره ولا مباحث ولا؟ بس ما تزعلش، بس عايزك تقول لي يعني مش ضامن السوق. ابوها جرجاوي. جاوي الله يرحمه بقى، مات من كام شهر. بس اعمل حسابك، مش تقول ان ريري ارمله وسهله، لا دي اجدع من 100 راجل، وسمعتها في الحته زي الالماس في الحته كلها. انت متاكد ان ابوها جرجاوي؟ لا بقى، ما دام عايز الحكايه من اصلها اقولها لك بقى كلها. كان في واحد نجم اتجوز ريري جواز عرف، وبعدين طلع ما عندوش اخلاق بلا قافيه، كان قاعد يتسلى بيها، رماها والبنت دي ببطنها، وبعدين انكر الجواز قطع الورقه. جرجاوي الله يرحمه حن عليها واتجوزها عشان البنت بس يبقى لها اب تشيل اسمه. اه وجرجاوي الاخر مات، انما احسن
البنت دلوقتي يتيمة ليها اسم يعني، بدل ما لا مؤاخذة الناس تقول عليها بنت حرام. طلع أنبل مني كرقاوي وباسمه لبنتي كرقاوي. أنا فين من كرقاوي؟ جيت تاني؟ أبوس إيدك. سبق وقعت في عرضك وقلت لك أبوس رجلك مش أبوس إيدك. البنت دي بنتي. ضميرك سمح لك إنك تطردها وهي في بطني؟ جاي دلوقتي تقول إنها بنتك؟ أنا غلطة. فات وقته خلاص، لا انا ولا هي محتاجين لك. عم جرجاوي شال عني العار وحماني من الفضيحه. انا محتاج لكم، محتاج لكم. بعد ايه؟ يا ما رجيتك وترجيتك، لكن كنت قافل على قلبك بستين قفل. كنت بتبص للناس على انك منتينة غير طينتهم، ولما الناس اتساوت كرهتهم، كرهت انك تبقى زي كل الناس. كنت دايما عايز تبقى عيسى بيه، حتى من غير ما تعمل اللي يخليهم يقولوا لك يا عيسى بيه. انا عايز بنتي. امشي. انا اتغيرت يا ريري، اتغيرت. كذاب كذاب. صدقيني يا ريري انا كنت غلطان، كنت عايش في وهم. لما فقدت وظيفتي افتكرت ان ليه انا قامت، وهي دي نهاية الكون بالنسبة لي. أبيت على السبب الرئيسي اللي خلاني سبت وظيفتي. كنت فاكر نفسي مظلوم وظالم، لكن دلوقتي انكشفت الحقيقة قدامي. في ألف مبرر وألف سبب يبرر كل اللي حصل لي. أنا ضيعت نفسي يا ريري، لقيتها دلوقتي. خالد حط ايدي على الحقيقة قبل ما يموت، وانتي كشفتها لي اكتر دلوقتي. كلام كلام بتضحك بيها عليا زي ما ضحكت عليا قبل كده. فرحت، فرحت انك رفعتني لفوق. اتاريك رمتني في بحر الهوان. لا 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 يا ريري، لا 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 ارجوك يا ريري. انا عايز بنتي، عايزها. انا محتاج لك، محتاج لها. خالد مات لكن ساب ابنه، حمل اسمه كانه عايش. بنتي بالنسبة لي حكون الأمل اللي هيصحيني. دي بنتي يا ريري، مني ورقة خضرة نبتت في فرع ناشف بكيف. أرجوك يا ريري،
أنا صحيت، صحيت وفقت يا ريري. ابعد عننا، ابعد عننا، ابعد.